منطقة المقطع ببلدية الزعفران من أهم المناطق السياحية الغير معروفة بولاية الجلفاء، والتي تستهوي كثبانها الرملية هذه رواد قيادة سيارات رباعية الدفع التي تعد بمثابة رياضة تستهوي كل من قام بجولة سياحية بها. نقوم بهوايتنا ألا وهي الرياضة الميكانيكية بالسيارات الدفع الرباعي، معناها مش حاجة اللي بعيدة علينا وتواجد معناها الريزو ذيك نقدر نتصلوا بهلنا، مش كما مثلا نروح نضرب أنا 1800 ولا 1700 كيلو باش نمارس هذا الرياضة نتاعي، ولا والسياحة هذه درك الرملية رانا حابين حنايا ندعموها ونشهروا بالمنطقة بحيث أنها غير معروفة. عندي أصدقاء موالفين جوني من العاصمة، يعني 250 كيلومتر، يعني ما 3 ساعات يقدر يوصل في السيارة تاعو، كيحب يروح للبشار ولا كيحب يروح لأي منطقة واحدة أخرى اللي فيها واش كاين هنا، يعني يستغرق بالك نهارين بالك نهار. احنا من الهواة تاع الرياضة هذه، نجو كل ويكاند والحمد لله، يعني ما شاء الله. رغم أنها ليست منطقة بصحراء جنوب الجزائر، إلا أن عشاق هذه الرياضة الميكانيكية ومحبي الطبيعة يجمعون بين مناخها الجاف والرطب، خاصة لمن اكتشفها لأول مرة. الحمد لله أصبحت بلد الزعفران تستقطب السياح من كل ولايات هذه المنطقة المقطع التي تشمل بين المناخ الجاف والرطب، يجوا من كل ولاية 140 ولاية هنايا وراهم يلعبوا هنا في الرمال، والحمد لله المنطقة جميلة جدا. تحس روحك في تمرة ستيليزي، أنا أول مرة نشوفها، راني تبهرت في هذه المناظر، أول مرة نشوفها الله يبارك. ما كاين عندنا بلايص هنا في ولاية الجلفة احنا حاقرينهم، مانيش عارفينهم، دوك رانا اكتشفناهم، المرة الجاية نعرفوا بهم الغاشي اللي يجي منا ومنا نعرفهم بهذه المنطقة. هذه المنطقة رغم ما تزخر به من مقومات سياحية هائلة تجعل منها محطة سياحية بامتياز، إلا أنه بات على السلطات اليوم الالتفات والاهتمام بها حتى تكون مقصدا لكل سائح يستمتع بجمال سحر هذه الرمال الذهبية.